انت سبتني ام من غير سبب، واحنا في بينا عيش وملح، في بينا كل حاجة حلوة، فاللي هو انا مش هضيع عليك ابدا، ولا هتشوف مني حاجة وحشة، ولا همسكك اعورك بالموس، ولا الكلام ده، مش هعمل الحاجات دي. كل اللي هقدر اقوله لك ان ادعيلك، انا هدعيلك، عشان احنا برضو كان في بينا حاجة زمان، فهدعيلك. روح ربنا يرزقك بواحدة تحبها، سيطلعش تحبك، وتطلع عين امك وبص وتصرفك اللي في جيبك كله، تطلع عين امك ليل نهار مشاكل، وتخلي عيشتك زي الخار على دماغك، عشان انت تستاهل اساسا، انت تستاهل، انت بتحب المعيز، روح ارتبط بمعزة، تستاهل انت المعزة، روح خليها تنفعك. يلا الشباب ركزوا معايا بقى كده، بلاش تقول للبت هات تليفونك افتش فيه، عشان هي ممكن تردها لك وتقول لك هات تليفونك افتش فيه، فتفتح الشتات هتلاقي شتات اباحيه اباحيه. والله خلي بالك بقى، خلي بالك. جول، قم بثني اصبعك الاوسط مع فرد باقي اصابعك، ثم ضع يديك في المائده كما هو موضح في الصورة. حاول أن تقوم برفع أصابعك، ستجد أن جميع الأصابع سترتفع عدا البنصر، بل على فكرة بقى أنا زعلان منك. إيه ولا؟ اتكلمي بأدب. بعد إذنك إيه ولا؟ أوكي. هنخش الموضوع على طول، محدش تريق عليا، لان انا طبيعي لما باجي ابعت ريكورد يعني انا بحب اشارككم حياتي، ممكن ابقى باصل بوردر فانت في الريكورد عادي، وانا ببعت لك ريكورد يعني ممكن مثلا صاحبتي تقول لي عايزه شغل، يعني الموضوع عادي. اول عصابه شكلتها كانت سنه كام؟ والله يا باشا مش فاكر، ده كلام قديم، بس تقريبا اول عصابه شكلتها هي تاني اعدادي يا تالت اعدادي في الرينج ده. تاني اعدادي يا ابن اللعيبه، ده انت عفريت. كانت عصابه ايه يا طه؟ كنا بنخطف بنات من ثانوي. بنات؟ انا قلت لها ان انا عايشه قصه حب ملهلبه ومش شايفه قدامي من الحب وكده،
فقالت لي هاتي البوي فريند بتاعك معاكي في الحفلة. فأنا مش عارفة أجيب بوي فريند منين، وعباس خلاص أنا قفشت عليه ومش عايزة تاني في حياتي. طب أقول لبابا يجيب لي كومبارس يعمل نفس. المفروض إن إحنا جايين نصيف في الشتاء في مطروح، مفيش أي حاجة في البحر، يعني البحر زي ما انتوا شايفين مفيش بني آدمين، مفيش أي حاجة. أنا مش شايفة غير شوية بقرات ماشيين كانوا على المية امبارح. يعني ياريتني ما جيت. بما ان الشعب المصري كله مفشوخ من الشغل، اسمع مني، عايز تنجح في شغلك وتنجز كده، قول للمدير بتاعك هجيب عيل واسميه على اسمه كتر حبي فيه، او هات له محشي على الغدا، حمام، بيض. بص عرض تنجح. اللوني خرشمة قف قف 720 الركنة على الشمال فيها فواحة مش كده وفي ورا ديناصور دبدوب كده مدوس على قلبه بيقول لا للتقاصر الحمد لله مش عربية. انا مش عارفة البنات اللي بيكنسوا وبيمسحوا وبيطبخوا والكلام ده بيعملوا الحاجات دي ازاي. انا مش فاهم انتوا بتكنسوا وبتمسحوا كده ازاي. اسمك ايه؟
اسمي سعاد. سعاد حلو. نفسك لما تكبري تبقي ايه؟ شمال. ايه شمال ايه؟ ابقى شمال. سمعتيها فين الجملة دي؟ كل الناس بيقولوها.